حطنا على المعاقين يا حسن حط النعم يا عمي والنعم بالله انا مش عارف ايش يختلف زي ما قلت قلت ما عادتش تفرق بقى اجت انا قلت له دي اليوم من اليوم حكيت لما بعت لنا ايش اللي صار معايا انا قلت له بقول مش راح قلت له والله انا اللي صار معايا كيف يا عمي اول مره اجي منطقتك وقلت والله لاجل خاطر المسؤولين مش عشاننا احنا اول حاجه مش هم كنا موجودين هذه خانتهم وانا لما اخذت هذه كانت جايه من الامارات مناش سنتين والله كلهم بحبهم اعمل من اولادي يعني هي مش She's not there. Born mother. She didn't give birth to them. But she's taking care of them. I'm 3 kilos. أنا معي غضروفين في ظهري. And there. والمعدة. There's more than 10 children living in this room. In the little room. Yes. إني دائما دوم بقى. 12 feet by 12 feet. على بطن ظهري. عشان برضو التانية بنت ناس. ما جاية دادة إلهم. بس ربنا ان شاء الله لكن برضه ايد على ايد رحمه يعني انا لما باخذ هذا الولد اللي زي هذا على الاستقبال تبع الشفا باطنه لتحت بطلب صوره اشعه هذا مش بالمفروض يقبل على التخت يروح او اسعى والله بكسر نحمله من الاستقبال التحتاني اللي عند الباطنه لحد قسم الاشعه رايح medical care even our governmental hospital. It's neglected. There's no care. I can say. I take my sons to their reception to the emergency room in the hospital, and they ask me to take them to the X-ray room. There should be like a special bed or a special thing to put them and transfer them from place to place to place. But they tell me to carry them and take them to the other place, to the other facility. Like it's like 5 minutes walk. And they ask me to carry them. سيبك من كلام الناس. هلا أنت لما تعمل حاجة انت عارف ايش اللي بتعمل وربنا مطلع سيبك من كلام الناس لو ايش ما تعمل مش هترضيهم لا والله خلص يبقى سيبك منهم ايش هيسلمت امك عمك هات حبيبي ليش مش عارفه تجلس مناصيب نفس كلامي بحكي له اياه لدرجه ضر عمي لدرجه كل واقفين ضر ربنا بعت لك ست يعني توقف معاك ست الحمد لله رب العالمين لانه الله يرحم امي كانت وهي بتطلع بروحها ماتت على دراعي اللي على اليمين وانا بسقيها ميه رضيت علي طيب ايش بدك؟ رضا الوالد مرضي بعدين زي هذول بركه ما لهمش ذنب وحرام فات على الصحيح هو ومرت عم الله يرحمها وقبل ما املك بيوم اجى اخذنا المغرب لما لما خالها المختار دلول ابو ناصر قال لي عم احنا شارين الجلد قلت له اصبر عندك في عندي وضع بيختلف عن كل التفكير قال لي قلت له تيجي هي بنك وتشوفها بعينها اجت قلت لها هذا واحد هذا اثنين وهذه قد مريضه وهذه هبله كلهم مجنونين قلت لها اعتبرين اللي في الدار كلهم مجانين بحب لك والقدره على الشيء هذا تعدي وجيتها على والله قبل ما املك بليله يا الله اسمع عبير بيشفع للصح وحياه الله صدق الله يرحمها مرحمة هي في ارض الحق واحنا في ارض الباطل امان الله يا حج الامان في رقبتك لو انتم بتخشوا ايانا عشان خاطر هالمخلوق وانا دخلت على اساس انه عروسه عمه كل فكره يا ولد مرت ابوه ما كنت يا حبيبتي انا لما بتطلع عفوا وهم ينطردوا ميت نار بعد شهرين لما قلت اني انا مرت ابوه ميت نار لكن بقول لي انا مره ما توقفتش بروحش عند امه لكن تعالي لما كنت اروح على اهلي من الصبح في رمضان يعزموا عزومه خاصه في العيد نفس الشيء اخذوا معي من اول النهار اروح انا وياه المغرب باولادي عارفه يا فادي والحكي عند ربنا الحمد لله مضت علي فتره قدام الاولاد والبنات اسكان هذول ولا التنين انا وخالتهم نحلم حالنا من معركه الطبيخ لما نجوع لما نحن نجوع وعارفه في عندنا صحه طبيخ يعني لو انا بدي اغمسه لابن الصغير مش حيكفي معك جوال حماد هاتوا بيتين بزازيخ نغمس زيتونه ايش رقمهم؟ زيتونه ومراد ايش اقول لك كنت بلز الخبز بمي القرشي اقول خلاص مش حدا شايف انا من زمان ما تعشى that they faced when they الا انه
They never had anything to eat. There was nothing to eat, no food, nothing. And even if there were food, it wasn't enough to the whole family. So they would just try to give the food and provide the food that is available to them, not to the rest of the family. And there was some times that they didn't have anything but some bread, and that's it. And they put it in, or put in, put the bread on pickles water to give it taste and eat that. جمعية الأسراء بتستنى طلب طبعا كثير لبعضها أنا بدي ليش قال ما يعمل ليش نزل معن وليش خرج هدول مش يجروا يشوفوا إيش مشكلته لا هدول كيف يا عمي اليوم أجت الأخت مفادي بعد احترام اللي قاعدين أجت لحيضة والله اتعاطفت يعني مثلا مع محمد عشان الأولاد خد لك 50 شيكل 50 شيكل لغيرها ولا سواها أو جابت مفادي ربط خبز عند 3 شيكل بدها مفادي من حيضر عرفات قصة سامه لعشر سنين جاية طيب عشان ايش؟ هل انت وفرتي عفوا يا اخت مفادي هل انت وفرتي كمسؤولة في جمعية وفرتي علاج للأولاد لمدة شهرين وفرتي مساعدة للأولاد او مساعدة مالية للأسرة اللي ما تكفيش حالها اقل من النص الثلث او الربع ما وفرتي شيء انت جبتي لحيضة هالغطايا افراضية خد عبي فيها مية عبي هو عيضة بلاقي اكل عبي فيها لما بدي تجيبي صحيح وهذه جمعية الاسراء تبعت ابو عبد الله مشتهر بالشكل هذا فنرجع لقضية المزيني قال لي انا مكلف من ابو العبد هنية احقق معاه قلت له وانا حاضر وجاهز يا اخي انتوا لو بدكم واحد كان جبتوه من تحت الارض وانا ديني ليل نهار بمشي بشرق وبغرب بدك اجي لك على بيتك لقيته يا عمي قال لا لما انا بدي اياك بجيبك هذا وجهي طيب حلقيت انا برن عليه على البيت اولاده بقولوا مين؟ بقول بقولوا لبابا عمو حيضر عرفات صرت بلغه اهل الرمال عمو مش شانة بابا والله مره بنته بتقول لي بقول لك بابا مش شانة يعني خلص قلت لها طيب هلقيت انا بتفكيري موضوع بس حنفذ ان شاء الله بعد 10-4 حنفذ بعد 10-4 بس قبل ما انفذ بدي القى سند حديد وراي يعني كيف هذا بدي يقبل في ظهري وهذا معلقه في صدري هذا اللي حيحصل ايش هو هذا المشروع اللي بتعمله؟ وهذا جمعة المجلس التشريعي تعال يا احمد بحر انت ومروان ابو الراس وفلان وفلان الكو هلقيت 6 أشهر أو شهرين 3 قاعدين بتشمشموا الهواء في الإمارات وفي السودان والله ما حتاخذ إلا كل حياتك على السجن وحتتبهدل أنا أحبس أنا وياه He is talking about the story that when he published his story on the internet and both his sons and Sam a special detective came to him from the government here and want to make an investigation and started like blaming him Why did you do that? Why did you do that? There was some funds coming to you, some money coming to you, and you have ruined everything to yourself. And he told him, okay, I was looking for you people because I've heard like a lot of people are trying to help me, but and they send help, but it didn't reach me. I'm looking for you. And this the guy from the government, as he claims, said, okay, when we need you, we're gonna send for you. And since that time, he haven't seen him or talked to him. And he's talking about his like. If nobody really listened to him or helped him, he's going to take his two sons, put one, like, hold them, one to his chest, one to his back, and go to the BLC and start talking to the government. We voted for you, we asked for your help, and you have done nothing to me. You have done nothing to other people. If they can speak, I will speak. بيت رب أسرة مسؤول عن 13 نفر ولا 14 يمكن في الطريق جاي بلا مؤاخذة لكن أنت
اثنين شيكل بشي في دياره. طيب هذا كل ساعة معرض لنا قلب الشيكل والتاني زيه. طيب هل قلت